مكرم، وضعية نادي صفاقسي تشبه برشا لوضعية ليتوا، تشبه برشا لوضعية النادي الافريقي. اليوم نلقاو ليتوا البطل، النادي الافريقي المرتبة الثالثة. بار كونتر النادي الصفاقسي ترتيب لا يشرف معناها الصفاقسية ولا يشرف الاسم الكبير نتاع النادي الصفاقسي. شنو اللي صار وشنو الفرق؟ علاش الفرق من مشاكل لقات روحها تلعب وتنافس على البطولة وفي ونادي الصفاقسي رغم معناها من المشاكل ما نجمش يخرج من المشاكل معناها. صحيح الوضعية كانت شبيهة ما قبل معناها الانطلاق مرحلة البلاي أوف ما بين النجم الساحلي وما بين معناها نادي الصفاقسي. الاثنين كانوا ممنوعين من الانتدابات. الاثنين كانوا في وضعية معناها صعبة ماديا وحتى الإدارة معناها ما كانتش معناها كانت فما معناها هيئة تسييرية. علاش قلت لك كانت شبيهة؟ لكن وضعية النجم الرياضي الساحلي من بعد كانت مختلفة تقريبا 1000% عما كانت عليه وضعية النادي الرياضي الصفاقسي. حسام البدري جاء هو حسب ما لقاه وحسب ما صرح في أكثر من مرة، قال وأني أنا على مستوى لازمني الوقت، وكأني به كان يكتشف معناه في المجموعة نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. هذا حسب تصريحه يا وسيم أول ما جاء منذ البداية، وشفناه معناه في الكوبا راب معناه حتى التكتيك البداية كان طيب. راهي بدا يلعب ثلاثة في المحور، 3-4-3 و 3-5-2. يا مكرم لليوم ما ثماش معناتها سيستيم ولا سوف ان انترونور يزم عندك ان موديل دو جو. على بدايته يا وسيم كي جاء حسام بعد جاء 4-2-3-1 من بعد رجع 3-4-3 و 3-5-2. معناها ما ثماش استراتيجي، ثم حاجة أخرى بربي سامحني قصيت عليه. اليوم أنت ثم كانت كي نحكيو على بروجي سمح، انا راني ما نحكيش على الشخص، انا نقيم في نتائج وعمل. اليوم انت في اول موسم جبت على النجم الساحلي في شهر سبتمبر اللي فات، نادي الصفاقسي متوج بكاس تونس وعنده مجموعه طيبه واضح ولا مع كريم دلهم، وكان ثم عمل وكان ثم قاعدين ملاعبين طلعوا فيهم القشوري والعجال والسكرافي وبرشا اسامي ديجون. ساعه الاوكازيون بربي نحب نبارك اليوم للنادي الرياضي الصفاقسي بطولة النخبة، بطولة الأمال، معناها الإسبوار، قيادة المدرب، معناتها رامي أبو عزيز، وشكر للإطار الفني والإطار الإداري واللاعبين. يعني أموا نقطة ضوء في النادي الرياضي الصفاقسي بالبطولة هذه اللي توجوا بها اليوم بعد الانتصار في المونستير 3-0. دونك نرجع للنقطة أنك أنت اليوم أن بروجي أنك طلعت من لعبية. أنت اليوم أنا نشوف التشكيلة نتاع الترجي الرياضي تقريبا 10 أو 12 لاعب على ورقة المباراة ستاندو دو فورماسيون. النادي الإفريقي ثم 35 لاعب في الثلاثة سنوات الأخيرة إيسي دي سونتر دو فورماسيون. النجم الرياضي الساحلي أوكي أنا كي نطلع أنا 10 12 لاعبي ويخطفوا لي 3-4 نقصت من الريكروتمون تاعي. شوف الاستراتيجي سبورتيف الاستراتيجي مهم ومهم جدا. النادي الرياضي الصفاقسي ما ينجمش يواصل بهيئة تسييرية. اليوم حان الوقت باش الصفاقسية يتلموا على الفريق نتاعهم. اليوم تحب ولا تكره تعدى الوقت عندها عامين ميساج تدارك قائم كل مرة نقوله بصراحة فما لا اسمعني قعدنا معناتها أنا حسب ما فماش حتى حل آخر كما الكلام تاع النجم الساحلي. شوف أنت عثمان السيد عثمان جنايح وقت اللي جاء قرب معناها حتى الرؤساء اليوم شفناهم باغ اكزومبل تصويره تعمل اليوم الرؤساء ايماج حلوه لحقيقه ايماج كانت مزيانه. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي في حاجه لابنائه، اليوم النادي الرياضي الصفاقسي في حاجه لرجالاته. ما ينجمش بالمستوى وبالاجواء هذيا يرجع النادي الرياضي الصفاقسي الفريق اللي يحبوه التوانسه ويحبوه الصفاقسيه. اليوم انا هيك يا وسيم راه قبل جولتين وثلاثه النادي الرياضي الصفاقسي مسجل 7 أهداف في 11 المقابله تقريبا، معناها وقت اللي يوصل النادي الرياضي الصفاقسي يسجل 7 أهداف في عدد معناها 11 و12 مباراه راه ما يليقش بفريق كيما النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي الاجانب نتاعو شنو قدموا للفريق نتاعو؟ هو الحقيقه مكرم على الاجانب من الاول برشا عباد قالوا الاجانب ممتازين نتاع النادي الصفاقسي. شنو صار من بعد؟ خليني نحكي لك الدياكيتي وحسين علي معناها لكن ما نسمعوش على الدياكيتي وحسين علي. اليوم حسين علي يمكن احسن لاعب فيه وحسين علي عنده مده. شوف نحكيو على جي وفي جون في جامبي على كوناتي وكونتي. ما تنجمش تقيم، ما تنجمش يا فؤاد تعطي معناها تقيم لاعبين جايين من نادي اخر بعد جولتين وثلاثه باش كل واحد يمكن تعامل البدري ما كانش ممتاز. ينجم يكون باش ما نحب شوف ما نزيدوش نتجناه ولا نحكيو على البدري قد ما انا ثم نقطه على الشخص يا وسيم ما نحكيو على الشخص. نقطه قلتها مكرم وعجبتني برشا وهي لا بليز امبورطونت. اليوم انت تشوف في تتويج النجم الرياضي الساحلي جميع تقريبا الرؤساء القدامى الكل في الوقت لاني قلت لك وضعيه كانت شبيهه بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي. السوليداريتي في بعد نرجعوا له كيفاش في التتويج شكون اللي هز معناها البطوله اليوم اللي هو بليسي بوغطاس. تفهم السوليداريتي كيف تشوف على جمال واحد. اليوم اول حاجه في النادي الرياضي الصفاقسي هيكله اداريه رياضيه مهمه جدا والناس تفهم كوره اولاد اقراب راهو. ثاني حاجه الرؤساء
يا خويا مش هذا تابع فلان وتابع فلتان يزيو نقول نتوجه للجمهور ولا للكاميرا يلزمكم تتلموا تقعدوا في الطاوله ونحيوا الحسابات راه كل حد ينجم يعاون صفاقسيه فيها برشا رجال اما كي مش تقعدوا كل حد حال الدرابو وحده صدقني تقوم لا قائمه وصفاقس ماشيه في بلايص خايب سامحني كل مره صفاق شوف رجال السياسات تلموا قداش من مره هما اللي انقذوا السياسات والتدعم السوسيوس الهيئه التسيير ديما لمدوا لمدوا بعضهم وكذا كذا اما ديما ثم شكون كلمه سكر محمد ترابلس لانه نعرف الوضعيه هو حسن شعبان وحاولوا معناتها يلموا لو ماكسيموم اما اليوم راهو اليوم صعيب اذا كان ما يقعدوش الناس كل فرد طاوله ويحطوا لي بون بيرسون والا الناس اللي مش تخدم وتعمل هيكله رياضيه يا خويا صفيوا قلوبكم واللي عنده حجره يرميها واقفوا لجمعيتكم اليوم يلزم هيكله كامله وتوضيح انت اليوم داخل عندك بطولة عربية الحاجة الوحيدة البطولة الإقليمية تسمى الوحيدة اللي ما زالت لك أنت عندك تحضيرات أنت عندك ميركاتو توا ثم جمعيات أنت أحسن اللاعبين توا تم انتدابهم اللي في تونس الموجودين والمشكل فما مشكل نادي كبير والمشكل في النادي الصفاقسي لازم أكيد بس نرجعوا خلينا نقدموا